مرة مو بالضرورة يعني الفوز في ثمانية، مو بكل مرة فوز بخمسة بستة وما إلى ذلك، مو في كل مرة. لغاية الآن على بداية المباراة أكيد أن فالنسيا يبحث، وفالنسيا تسع نقاط يحاول. جول جول لفالنسيا، فالنسيا نعم يسجل الهدف الأول في المباراة. الكرة وصلت، خرج فيكتور بالديز، والمتابعة الجيدة الحقيقة في الجهة اليسرى من الملعب، وبالتالي الآن يأتي فالنسيا ويسجل الهدف الأول على أساس يحل المباراة، يشعل المباراة، يشعل المدرجات، وراح نشوف ردة الفعل بالمقابل برشلونة. لكن علينا نشوف شنو اللي جرى، شنو اللي صار، اللي جرى واللي صار أن حارس المرمى فيكتور بالديز خرج من مرماه، وأتت بالتالي كرة إيريك أبيدال. وإيريك أبيدال اللي ما يسجل في الليغا ولكن يسجل لبرشلونة، ولكن يسجل هدف بالخطأ الآن في مرماه، وبالتالي